كنت تابعوا لان انا تندير هادشي ديال البيع والشراء في الخيل في الخيل وهاد العود كنت تابعوا هادي شي 5 سنين هادي شي 5 سنين والحمد لله تحقق الحلم باش نشريو هذاك العود تحقق سبحان الله العظيم الحمد لله وجا وتهليت فيه وغادي تشوفوا ان شاء الله وغادي يركبوا عليه الدراري ولادي ان شاء الله ويا شرف كبير باش نتصور مع الملك ديال البلاد اللي الحمد لله في الدار ديالو هو باش غادي الحصان او الفرس في المغرب غادي بواحد خط تصاعدي خويا سولنا على شنو هو الدور ديال الحصان بالنسبة للمنطقة شنو هو تيدار به من غير ميدان التبوريدة شنو تيدار به وشنو شنو هاد الأراس سولنا على الأراس سولنا على السلالة نهار كبير هذا ملي جيتو عندنا ونشكركم حتى نتوما اللي تحملتوا متاعب السفر الله يحفظك السي مراد بارك الله فيك بحالكم هما اللي غادي يزيدوا بالميدان قدام الله يحفظك شكرا بزاف السي مراد الاخوان حنا وصلنا لسوق السبت وبالضبط كما خبرتكم سابقا المربط مراد النماوي هذه الحلقه هذه ما حضرتش معايا ادريس ولكن رافقني السي المولودي والسي اسامه اللي غيكون خلف الكواليس السي اسامه غادي يتكلف بالتصوير هذه الحلقه هذه غادي نتعاونوا جميع ان شاء الله باش تشوفوا حلقه زوينه وفي المستوى العالي ان شاء الله دابا شويه غادي نتلاقاو مع السي مراد غادي تكون حوارات بيننا وبينه غادي نقربكم اكثر للخيل اللي خلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي عاود تبارك الله ما شاء الله برقي محروق ومليح غادي تشوفوه معنا ان شاء الله ونحاولوا نقربوا لكم الصوره اكثر خليكم معنا العود ها هو كما تتشوفوا خيرات مولانا تبارك الله غادي نخرجوه دابا باش تشوفوه كاملا وتقربوا منه اكثر خليكم معنا غادي يجي السيد ان شاء الله غادي يلجموا لينا ونخرجوه ندرجوه باش يبان لكم اكثر وريو ما سيكون سامع سي ودي سي وسام
سي مراد، اول حاجه غادي يشوفها المتابع ولا غدير انتباه ديال المتابع في هذا البلون هذا اللي مشدود فيه الكادر اللي انت فيه، هي التصويره ديالك انت والملك ديال البلاد الله يحفظه. خويا شرف كبير باش نتصور مع الملك ديال البلاد اللي الحمد لله في الدار ديالو، هو باش غادي الحصان او الفرس في المغرب غادي بواحد خط صعودي. خويا هذا كان واحد الزياره قام بها سيدنا للجهه ديال ديمدار الخنيفره انذاك قبل ما يا ربي جهه تاد لازيلان قبل ما تولي جهه ديمدار الخنيفره. خويا كان قام بزياره وكان خويا استقبلنا سيدنا فين كان نازل والحمد لله شرف كبير باش نشوف سيدنا، وهذا هو اللي هذا هو اللي كاين في البلاد الحمد لله. بصح سيدنا شكرا بزاف. اللي غنزيد شويه واحد السؤال بحال فضولي شويه السي مراد غير تحملنا، شنو هي السي مراد الا كان ممكن شنو هما الكلمات اللي كانوا داروا سيرتو هذه شخصيه تيبغيها الكبير والصغير في المغرب ديالنا حامي حما الملة والدين وجلالة الملك، كيفاش شنو هما الكلام اللي كان داز بيناتكم السي مراد لك تتذكر مثلا تقرب المشاهدين منه؟ خويا ربيتيني الله ورضي بها بالسنين هذه السنين باش جات صح السنين هذه ديال هاد التصويره وكان لي الشرف باش نشوف سيدنا ونتكلم معاه واللي لمست في سيدنا انه رجل طيب بالصراحة والصدر رحب وتيبغي يعرف الشادة والفادة على الميدان. وخويا كانوا تساؤلات ديالو على الخيول المهدات، هادو خيول مهدات من طرف الكسابة لسيدنا مهدات لسيدنا. خويا سولنا على شنو هو الدور ديال الحصان بالنسبة المنطقة، شنو هو تيدار به من غير ميدان التبوريدة، شنو تيدار به وشنو شنو هاد الأراس، سولنا على الأراس، سولنا على السلالة من شنو من غير التبوريدة، يعني واش ديرو به التوليد واش ديرو به، وهادو هما التساؤلات اللي كانوا ديال سيدنا. ورحب بزاف لدرجة أنه كلفنا باش نوصلوا الكوري ديالو أنذاك، مشينا الرفيق النبيل هو الكوري ديال سيدنا الله ينصرو. فين كاين بالضبط المدينة سي مراد؟ كاين خويا في بوزنيقة، واستقبلونا تما الناس المدير ديال الرفيق النبيل أحسن استقبال والحمد لله. تبارك الله عليك السي مراد، تبارك الله عليك. يعني التساؤلات كان ديالو كانت متحوره على الحصان، متمحوره على الحصان وعلى دور الحصان والمسائل القيمه ديال الحصان سيرتو عندنا في هذه الجهه تبارك الله السي مراد المغرب كامل في المغرب. ومن هذا الباب نترحموا على الشريفه لاله امينه اللي كان عندها دور كبير بزاف في تطوير الميدان والصعود بهذا القطاع والاهتمام الكبير اللي كان الاهتمام بالقطاع. بصح واللي زاد القطاع زي القطاع هو هذاك معرض الفرس صراحه بالجديده، انه سيدنا دار هذاك المعرض بالجديده باش زاد رفع من القيمه ديال الحصان. بصح بصح سي مراد، ما كرهتش ثاني نهدي لسيدنا من هذا الباب هذا لانه عود ملكي، وهذه غتشوفوه ان شاء الله. وهذا العود كنت تابعوني انا تندير هادشي ديال البيع والشراء في الخيل وهاد العود كنت تابعو هادي شي 5 سنين والحمد لله تحقق الحلم باش نشريو هذاك العود تحقق سبحان الله العظيم. الحمد لله وجا وتهليت فيه وغادي تشوفوه ان شاء الله وغادي يركبوا عليه الدراري ولادي ان شاء الله. وما عزيز بغينا نخليو هاد الموروث يبقى مازال غنوريهم. هذه اسمح لي سي مراد، مازال غنوريهم التصويره ديال الجد ديالك اللي كان حتى هو من كبار ديال التبوريضه هنا في الجهه نقدر نقول. هو كان تيركب ما كانش من كبار التبوريضه، واللي ركب مع كبار التبوريضه في المنطقه ركب معاهم وكان مربي وكان ما هادشي راه ماشي راه ابن عن جد، ماشي صدفه ولا شي صدفه، ما جاش بمحض الصدفه. جا الحمد لله
داكشي مسترسل ومتوارد من الطاسيله ديالنا الحمد لله. اييه سيدي الله يسخر. غادي نشوفوا الابناء مازال غنبينوهم في الكاميرا اللي هما ياسين ياك ومحمد جاد. غادي نشوفوهم ان شاء الله وغادي تركبوا لينا الدراري ياك ان شاء الله. واخا خويا ملي كنت صغير كان الخيل عند الجد ديالي، حليت عينيا في الخيل، حلينا عينينا في الخيل. انا كانت علاقة كبيرة ما بيني وبين الجد ديالي اللي هو الحاج عبد الله النماوي. وخويا ملي تيكون الموسم ملي تيكون الموسم ولا شي حاجة تنكون تلصق فيه لدرجة نخلي المدرسة ونهرب نمشي مع جدي ونحاول نحضر الاستعدادات ديالو. كانوا استعدادات شيقة باش غادي الموسم راه شي حاجة كبيرة. بصح السمر وهادشي الحمد لله كان فيه خير كثير الحمد لله ملي متجهنا لهذا الاتجاه. هذا السمر عندك واحد جدع وعندك عودة بانوا لي مع جوج جدوع، شنو هي القصة ديالهم السمر؟ الجدعة بنتها وداك الجدع خويا ماشي ولدها. وخويا هذاك كان عنده واحد المشكل واحد بحال انفيكتا من واحد الميكروب انفيكتا بيه. وواحد السيد صاحبي بحال خاف قال لك غادي يموت ولا هادي. ونقول لي راه جبتو خويا الليله فاش غنجيبو الليله فاش غنزيدو رضع من هذيك العوده. العودة كانت تتعاني شوية من الفوربير من ضرب الشعير سهلة شوية ما قبيحاش. ما درنا لها حتى حاجة جدا حطتو في الطوموبيل ردات بالعودة. سبحان الله العظيم نويتي الخير لقيتي الخير السمر الحمد لله. راه غادي في النمو شوية بشوية لأن راه صعيب باش ما تربعش بصح السمر غادي يكون غادي يضيع بزاف. اخيرا سي مراد شكرا بزاف على الاستضافه مره اخرى. كنبغي نشكركم بزاف على الاستضافه. ماشي سهل سي مراد انك اي واحد يفتح لنا الابواب كما فتحتيهم لينا. كنشكرك بزاف. كنشكر وليداتك اللي كانوا حدث بارز وحدث مميز في الحلقه ديالنا اللي قليل فين كنشوفوها. شكرا بزاف سي مراد. خويا حنا مطلوبينش وحنا الباب مفتوح في وجه الجميع. حنا خويا الفضل كامل تيرجع ليكم الحمد لله بارك الله فيك باش حتى الناس اللي ماشي في المنطقه يشوفونا. حنا هذا 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 ماشي هذا واجب هذا واجب لان راه انتم تحملتوا على السفر وهذه بارك الله فيك. جيتوا ماشي سهل ماشي سهل. ومن هذا الباب هذا تنشكركم على المجهودات اللي تقوموا بها نحدك شكرا في المغرب كامل لانه ماشي ما محدودينش على المنطقه ديالنا ولا عاد الحمد لله راكم مشيتوا غادي في المغرب كامل والله يكمل امين. ومرحبا أمين. اي شكرا وقت الباب راه مفتوح. شكرا اي واحد اي منبر اعلامي الباب مفتوح. شكرا بارك الله ومرحبا شكرا. انتهز الفرصة باش نشكر واحد الشخصية هي خطيرة وكانت سبب في أننا نتلاقى معك السي مراد اللي هو السي المولودي. السي المولودي شكرا بزاف كنتي سبب باش نتلاقاو مع هاد الوجوه هذا النيرة. شكرا بزاف وشكرا السي أسامة
حتى هو اللي كان عاوننا اليوم في التصوير. الاخوان غتمشيو لياسين ومحمد جاي. شكرا لكم بزاف بزاف، متعتونا بزاف اليوم اول مره. مرحبا اخويا، شكرا شكرا بزاف. هذا نهار كبير، هذا ملي شفناكم الله يحفظك. بارك الله فيك. نشكروا السي المولودي ولد الخيمه الكبيره. تبارك الله عليك. مرحبا السي الشرقي تا هو. الحاج الشرقي والكوديه كاملين. الله يحفظك، شكرا. نشكرهم لانهم راهم خوتنا واصدقاء ديالنا بزاف. الناس كرام وجود. تبارك الله عليك ودي السي مراد. غادي ننتهز الفرصه ثاني باش نغدي شويه دريس ما حضرش معنا في الحلقه ديال السي مراد. اخوان السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.